اهلا بيكم حلقه جديده من ترند، والنهارده معايا ترند الساحل اللي هو عارف خبايا الساحل كلها جوه وبره، يعني مقضيها انت برضه. اه اكيد لازم، يعني لسه جاي والله. ايه الاخبار يا محمد؟ عامل ايه؟ طبعا منور في القناه. قول لي بقى اجواء الساحل، هل فعلا الشاي ب 175 جنيه وهل القهوه ب 3000 جنيه وانت بتنام في العربيه ولا بتبقى حاجز اوتيل؟ لا الساحل ليه مواصفات خاصه كده، يعني الساحل ممكن يكون اغلى بكتير جدا من شرم والغردقه، مع ان شرم والغردقه احلى بكتير، بس هو جو الساحل، الحفلات اللي بالليل، الشواطئ الصبح، بيبقى جو مختلف. يعني انا عارف انت بتعمل ايه، انا عاوز اعرف دلوقتي. لا مش عاوز الاسعار، انت دلوقتي الراشق الاول في الساحل ومدير تصوير كل الحفلات والدنيا حلو. بص انا مصور، يعني ماسك حاجات كتير جدا في الساحل، ماسك شواطئ زي في ويفز وفي ذا بيتش وفي كذا حاجه. المشاهير بقى والحته الحاجات الجديده، يعني 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 اللقطه اللي كانت لطيفه امبارح جدا، ان لقيت حياه الدرديري ولقيت دكتور موجود وعملت لهم سيشن لطيف. توفيق عكاشة، دكتور توفيق عكاشة، عملت لهم سيشن لطيف جدا كده. كنا صارين في حفله عند ياسر سامي، كان فيها عامل جو الثمانينات والتسعينات كده، وجايب حمير الشاعري وجايب هشام عباس، كانت الحفله لطيفه جدا. فكن دول من يعني من ابرز الناس اللي كانوا وحشني على الشاشه بصراحه، فاهمني؟ فشفتهم بقى لايف وعملنا مع بعض سيشن لطيف مع بعض هما الاثنين. كدوة اكتر حاجه شفتها غريبه؟ لا يعني هو بص الدنيا لطيفه قوي يعني، فاهمني؟ سواء حفلات سواء فنانين، لكن اللي بيضايقني جدا الحوادث، يعني لان الناس بترجع طبعا مفرفره. بنقول لسمر الف سلامه. الف سلامه طبعا المطربه سمر، لسه عامله حادثه برضو في الساحل، حادثه العربيه اللوري دخل قطع الطريق عليها فاضطرت تخش في الرمله فاتقلبت ست قلبات ولا حاجه. ف يا رب ربنا يشفيها يا رب ان شاء الله، يعني ان شاء الله رجع الساحل. والله بعد اللي انا بشوفه ممكن مرجع. موتور العربيه انا بالنسبه لي موتور العربيه بتاعتي باظ، ف وفي ناس كتير بتحصل حوادث، فهو ده اللي بيقلق بصراحه من جو الساحل يعني. لكن في الساحل في العموم لطيف، الاسعار على الشواطئ يا جماعه انزل البحر بتبدا من 250 جنيه للفرد. أو لا فعلا شط، عشان تخش شط اقل حاجه 250 جنيه، ده لو انت عندك معرفه. لو مش عندك معرفه هتدفع 300 جنيه و400 جنيه للنفر في الساحل. تروحوش الساحل، ما تروحوش الساحل. الميه ب 15 جنيه، البيبسيات والحاجات دي فوق ال 100 جنيه، فيعني هتلاقي شيك لو انت خدت حاجتين ثلاثه كده. دهب ما قالتش لا والله، دهب شرم غردقه كل الحاجات دي حلوه. تحجز الاوضه كلها ب 400 جنيه يعني، لكن انت عشان تخش حته بس تقول صباح الخير هتدفع، لازم يكون في جيبك 4000 جنيه. انا مش جاي الساحل وانا مش فلوس تاني. مش هروح تاني بصراحه، انا معيش فلوس، مش هروح تاني، فلست والعربيه باظت فمش ضالبه يعني. يلا الحمد لله خير، هروح تاني. ما اقدرش. حبيبي يا السور دايما منورنا وبالتوفيق يا حبيبي. حبيبي يا محمد الله يبارك فيك، ومبروك للقناه وجودك فيها حبيبي.